مرحبا أيها الأطفال الأعزاء، أنا مس مونيا واليوم سنقرأ مع بعض قصة جديدة بعنوان الوفاء بالعهد. إنها قصة جميلة، هيا بنا، هل أنتم جاهزون؟ في إحدى الغابات كان يعيش ثلاث دببة، واحد، اثنان، ثلاثة، يخرجون ويلعبون معا، ويا لفرحتهم فقد وجدوا قرب إحدى الأشجار جرة مليئة بالعسل. هل ترون؟ انظروا، جرة مليئة بالعسل، لذيذة جدا. تذوق الدب الأول العسل وقال: نقسمه بيننا بالتساوي. قال الدب الثاني: بل نعلقه على الشجرة فنحن لا نشعر بالجوع ونتعاهد أن نأكله معا في الغد. هذه جرة العسل معلقة بالشجرة. وفي اليوم التالي عاد الدبب الثلاثة عند الشجرة. ها هو الدب الكبير والدب المتوسط والدب الصغير. أنزل الدب الأول الجرة فإذا بها قليل من العسل، فقال: هذا العسل تالف يا أصدقائي. صاح الدب الثاني: لا، ليس تالفا، فقد تذوقته. قال الدب الأول: إذا أنت من أكل جزءا من العسل، لن تأكل معنا، احترم العهد وحافظ على الأمانة. نعم، يجب أن نحافظ على الأمانة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، ونراكم مرة أخرى بقصة جميلة.